بمناسبة مرور 800 عام على وجود الرهبان الفرنسيسكان في الأراضي المقدسة، احتفلت كنيسة عمواس الواقعة في قرية الكبيبة بقداس احتفالي ترأسه حارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتون، بحضور الآباء الفرنسيسكان والرهبان والراهبات وبحضور المؤمنين من قرى مجاورة لقرية الكبيبة. وفي بداية القداس رحب الأب باتون بالحضور للاحتفال بهذه المناسبة في هذه الكنيسة. وقرية الكبيبة تبعد 12 كيلومتر عن مدينة القدس، وهي قرية تاريخية معروفة باسم عمواس، ويقدر عدد سكانها 4000 نسمة. عائلة مسيحية واحدة فقط بقيت في هذه القرية. وفي حديثنا مع الأب سالم يونس وهو رئيس دير عمواس، أكد على الوحدة والعيش المشترك في هذا المكان. وبها مناسبة كمان، في عندنا مناسبة كمان كتير حلوة، إنه بدينا أو استقبلنا رهبنة جديدة اللي هي رهبنة الكونفنتوال اللي راح يجوا لعنا لهون ويسكنوا معنا حتى نكمل مشوارنا مع بعضنا. هالمهمة راح تكون للإنفورماسيون يعني، وللتنشئة وللرياضات الروحية حسب الكهنة اللي بيكون بيسن التقاعد. أما المواطن فيكتور وهو المسيحي الوحيد الذي يسكن هذه القرية، وفي حديثه للنورسات أكد بأنه سيبقى في مسقط رأسه في الكبيبة. وهذه القرية هي القرية المقدسة يعني، بوجود فيها الكنيسة المقدسة اللي كانت بيت للتلاميذ يسوع المسيح وكليوفا وسمعان، واللي التقى معهم المسيح وأجوا لهون. وهذه القرية بتبعد عن القدس حوالي 9 كيلومتر هوائي، وهي هي القرية الوحيدة اللي يعني جاء المسيح وقسم الخبز هون بينه وبين تلاميذه. وفي نهاية القداس أقيم ريسيتال في الكنيسة نال إعجاب الحضور. للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة عمواس في قرية الكبيبة.